أبناؤنا تلاميذ، كونوا على يقين، وأباء وأولياء تلاميذ، محدثكم هذا عضو في المجلس الوطني التنسيقي الوطني لأساتذة التعليم الثانوي، لن تضيعوا إذا اتخذت الحكومة إجراء في هذه الأيام وتم حل حالة المشكل، ولن تضيعوا ولو في حرف واحد. سيعمل الأساتذة جاهدون على تعويض كل ما فات، ولنا جميع الإمكانيات لنفعل ذلك، وقد فعلناه سابقا. أذكركم بمثال بسيط، في السنوات القليلة الماضية إخواننا المفروض عليهم تعاقد والإشارة ومطلب الأساسي لدى تنسيقيتنا لإدماجهم في الوظيفة العمومية، توقفوا في فترة ما لأزيد من شهر ونصف تقريبا، ثم بعد ذلك عادوا إلى الأقسام. ماذا فعلوا؟ تم تعويض جميع الحصص. لا تخافوا، المشكل الآن والكرة الآن في ملعب الحكومة، عليها أن تكون مسؤولة وأن تجد حلا جادا يضمن كرامة الأستاذ ويعطي أملا لتنمية هذا الوطن، لأن التعليم هو أهم قطاع لتنمية جميع الأوطان. تحية لكم.